الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، طلابي الأعزاء، اشتقنا لكم نلتقي في هذا اليوم في الفصل السادس الذي بعنوان الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم. فما معنى البلاغة وما معنى الإعجاز؟ ثم بعد ذلك نأخذ نماذج على هذا الإعجاز. البلاغة في اللغة تعني البلوغ أو الوصول، فإذا قلت بلغت إلى المدرسة بمعنى وصلت، وإذا قلت بلغت إلى أفهام السامعين بمعنى وصلت المعلومة إليهم وأقنعتهم. أما البلاغة في الاصطلاح فهي مطابقة الكلام لمقتضى حال السامعين، فإذا كان السامعون علماء حدثتهم بكلام يليق بعقولهم، وإذا كانوا ضعاف العلم والتحصيل حدثتهم بأسلوب يليق بهم وبمفردات وأساليب وتركيب بسيطة يفهمونها. فما الإعجاز البلاغي؟ الإعجاز في اللغة من الفعل أعجز فلان فلانا، بمعنى غلبه ولم يستطع أن يجاريه. فالإعجاز في الاصطلاح يعني أن يؤدى المعنى بطريق هو أبلغ من جميع ما عداه من الطرق. فالقرآن الكريم جاء بأسلوب أبلغ من جميع الأساليب، وفشلت جميع أساليب العرب المشهورين بالبلاغة والفصاحة، فشلت أن توازي أو أن تقترب من هذا الأسلوب القرآني، إذ إنه بلغ القمة وما دونه فهو يحبو في السفح وفي القاع. نحن مؤمنون بأن القرآن معجز بألفاظه ومعانيه، ولكن هذا الإيمان إيمان إجمالي، لكن مطلوب منا أن نؤمن هذا الإيمان بشيء من التفصيل، وأن نغذيه بنماذج ليزداد الذين آمنوا إيمانا. أعزائي الطلاب، المقرر معنا من النماذج من نموذج 11 إلى نموذج إلى نهاية 20، ونبدأ الآن على بركة الله من النموذج رقم 11. يقول الله تعالى: قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وفي آية أخرى قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فلماذا في الآية الأولى قال يا ابن أم، وفي الآية الثانية قال ابن أم؟ في الأولى بدون ياء، وفي الثانية ذكر الياء. الآية الأولى معجزة في مكانها، فلو حذف الياء لاختل الإعجاز، فهو أسلوب يمثل القمة. وفي الآية الثانية الأسلوب يمثل القمة، ولو حذف كلمة ياء من الآية الثانية لاختل الإعجاز. لما ذلك؟ نقول إن ذكر الياء هو يتماشى مع سياق القصة، ففي الآية الأولى القصة مختصرة، لذلك حذف ياء النداء. أما في الآية الثانية وهي في سورة الأعراف، فالمقام مقام بسط وشرح وتفصيل، فذكر الياء ياء النداء لأن المقام مقام بسط وتفصيل، فالتفصيل يناسبه ذكر الياء، وذكر القصة باختصار يناسبه حذف الياء. أما المثال الآخر قال: فما خطبك يا سامري. هذا الأسلوب يمثل القمة، وهو أبلغ من جميع ما عداه من الأساليب. فلو أتينا بكل مفردات الدنيا بدل كلمة خطبك لاختل الإعجاز. كيف ذلك؟ لو قال الله عز وجل: فما شأنك يا سامري، لفسد الإعجاز. لما ذلك؟ لأن كلمة خطب توحي بالمصيبة، والسامري
أتى بمصيبة على بني إسرائيل، إذ إن موسى عليه السلام قال لأخيه هارون: أخلفني في قومي وأصلح، وأمرهم أن يعبدوا الله عز وجل. فجاء السامري فأمرهم بعبادة العجل، فعبدوا العجل من دونه، من دون الله عز وجل. فهل هناك خطيئة أو مصيبة أكبر من أن يعبد من دون الله عجل أو غير ذلك؟ فمن هنا السامري جاء بمصيبة كبرى، ومن هنا كان التعبير: فما خطبك؟ ولو قال ما شأنك لاختل الإعجاز، وكأن السامري جاء بشيء يسير وهين، وهذا ينافي السياق العام للقصة. أما النموذج الذي يليه، قال الله عز وجل عن السامري: لماذا فعل السامري ما فعل؟ قال: فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. حينما جعل السامري البني إسرائيل يعبدون العجل من دون الله عز وجل، سأله موسى: لماذا فعلت ذلك؟ قال: قبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، يعني فطرحتها في الهواء، وكذلك سولت لي نفسي. فعلت ذلك بتسويل من نفسي. والإعجاز: لماذا قال سولت لي نفسي ولم يقل طوعت لي نفسي؟ إذ إن الله سبحانه وتعالى في آية أخرى قال: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فلماذا قال هنا فطوعت، وقال في هذه الآية فسولت؟ نقول: وبالله التوفيق، في هذه الآية قال: وكذلك سولت لي نفسي، لأن التسويل يأتي بدون مقاومة للنفس، فهو أغوى بني إسرائيل وهو يشعر بارتياح نفسي ولم يجد أي مقاومة. أما حينما قتل قابيل هابيل، قتل أخاه، هناك مقاومة للنفس: اقتل أخاك لا تقتله، اقتل لا تقتل، اقتل لا تقتل. فالنفس تأبى أن يقتل الأخ أخاه، ثم بعد ذلك أعانه شيطانه على قتل أخيه فقتل أخاه. إذن التطويع يأتي للمقاومة من النفس، وقتل الأخ صعب على النفس، ومن هنا اختار الله عز وجل لفظ فطوعت، وهو مناسب لسياق القصة. ولو وضعنا طوعت في مقام التسويل عند السامري لفسد المعنى، والعكس كذلك. نلتقي أعزائي الطلاب في الجزء الثاني من هذه المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.